التأمين التجاري بجميع أنواعه، منه التأمين على السيارات، والتأمين على الأشخاص وعلى الصحة، التأمين على البضائع، التأمين على المباني. التأمين التجاري بجميع أنواعه الذي يقصد منه الاستثمار والأرباح محرم شديد التحريم لما فيه من الغرر والجهالة والمخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل. فهذه الغرامات التي تدفع وقد تكون غرامات ضخمة، هذه ليست من جيوب هؤلاء الذين يشتغلون بالتأمين، وإنما هي من جيوب المساكين الذين أخذوا أموالهم وصرفوها لغيرهم، فهم يعطون هذا من مال هذا ظلما وعدوانا، وهم الرابحون في ما تبقى من هذه الغرامات، يتلاعبون بأموال الناس ويأكلونها ظلما وعدوانا ويؤكلونها غيرهم ظلما وعدوانا. فالواجب على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل وأن يعتمد على الله، وإذا أصابه شيء فإنه يتحمل ما يصيبه من غرامة ونحوها. هو قال في الأثر أو في الحديث: لا يجني جان إلا على نفسه. وليس هذا من باب التعاون كما يقولون، وإنما هذا من باب الاستثمار وأكل أموال الناس بالباطل.